لا راش اون فور يوم معنا واحد الحاله انسانيه اللي هو السينور ديال الغدس. السينور ديال الغدس يعني تقدر تشرح لنا الحاله ديالك، المرض ديال اللي عندك؟ الحاله اللي عندي انا، الحاله اللي عندي في العظام واحد النوع ديال المرض كيتسمى الميلون، وكيدي العلاج طويل بزاف. نعم. وانت كتعرف بنادم كيكون ما خدامش، ما كايناش اللي يعاونوه، ما كاين اللي هذا، وكيدي انا قلت لك كيدي وقت طويل والدواء غالي، فهمتي؟ نعم. ولهذا كنقول للدراري مثلا ديال البلاد ديال اللي كيعرفونا، اللي كيعرف نور الدين، رانا محتاج ماديا ومعنويا. نعم. الاخ ديالنا نور الدين دابا الان في مرحله العلاج ديالك الاولى، دوزتي كما قلنا المرحله الثانيه، يعني الان باقي عندك اجراءات اللي كتبعها، من كما قلنا واحد سكانيرات، تحاليل، داكشي باقي؟ باقي ما جي اللي كثار. نعم. يعني دوزنا 3 شهور الاولى ديال العلاج. نعم. دخلنا في 3 شهور الثانيه. نعم. يعني بزاف الحاجات غادي يقول لك اعملوهم، جيبوهم، ديروهم، فهمتي؟ نعم. ايوا هادشي هذا اللي كاين اخي. اي واحد اللي بغى يتواصل مع الاخ نور الدين، قلنا رقم التليفون ديالك باش تقدر نتلاقاو في الصحه. النمره ديال التليفون هي 0 06 39 3 ديال الصفوره 182. نعم. ورسالة أخرى أخي نور الدين هي أنك دابا الآن بعد ما حطيتي هاد الرسالة ديالك وحطيتي هاد رقم التليفون ديالك، شي رسالة توجه أنت للناس ديال العرايش اللي كيما قالوا شي إخوان تستغلوك وتصلوا به، يعني كيما قالوا عطاهم شي بعد شي دعم ديال المالي. شنقول لك؟ ما توصلتيش به. شنقول لك؟ كانت واحد هما كيقولوا جمعية. نعم. ما علاقة مع الجمعية. هما جوج بيهم، واحد الناس جوج في الاول بينو ديك الشيء راه مزيان غادي معايا، من بعد بقاو بحال نقولوا مثلا كيسعاو بيا. نعم. في الفيسبوك، في الواتساب، كيمشيو لنا عند الدروغريات، كيمشيو لنا عند المعامل ديال الصباغه، لان المهنه ديالهم صباغه. نعم. وانت خاين نور الدين، كيف اكتشفتي هاد الناس هادو باش عرفتي من بان داروا هادشي؟ اكتشفتهم بلي انا ملي قال لي السيد رانا عطيته مليون فرانك وما شفت منه والو، ولاو ناس اخرين عاوتاني كيعطيوهم. انت عندك ديك الناس اخرين تما اتصلوا بك قالوا لك واش وصلتي ما توصلتيش بها؟ كاينه وحدين قالوا لي ما بغيتش نقولها لهم. نعم. فهمتي؟ وكنت كنشوف راسي انا كنخلص من جيمي الدواء وديك الشيء هذا كنخلصو من جيمي. يعني كيما كانوا دايرني بحال نقول مثلا، قلت لك بحال اللي كيسعاو بيا. يعني كي وانا ما كنرضاش. فهمتي؟ انا ما كنرضاش شي مثلا بحال هنا. حنا الحمد لله ربي كتب علينا هذا الشيء هذا، وطحنا في هذا الموقف هذا، وما عندنا وجه باش نواجهوا به بنادم نقولوا له. كما قلت يا اخي نور الدين انك كتخلص داك الشيء، يعني المسائل، المرحله الاولى ديال العلاج اللي دوزتيها، السكانير، التحاليل، الدوايات، يعني خلصتي داك الشيء من جيب. هما ما خلصوا والو، كانوا كيخلصوا، الا خلصوا غيخلصوا الترونسبور مثلا. يعني هاد الترونسبور مش عارفوا الاخوان واش ترونسبور شي 2000 درهم 1000 درهم ولا شي؟ انت كنطلع لطنجه بشحال طلع؟ نعم 200 درهم. يعني ترونسبور واش في التاكسي ولا في الكار ولا في الطوموبيله خاصه؟ لا الطوموبيله ديال السيد، واحد السيد. نعم. يعني كيخلصوا، يعني واش كيخلصوا ولا كيديروا على المازوط؟ كانوا كيديروا هما المازوط وكنا كنمشيو. نعم. كانوا كيديو لي وكنا كنمشيو. من بعد وليت انا اللي كنخلص المازوط 200 درهم. نعم. فيما نكون ماشي 200 درهم. نعم. ونديهم ويتغداو على ظهري. نعم. كلشي على الدار ديالي. وكنجيو هذا الشيء اللي كاين، ما كاين والو. اما بالنسبه للدواء انا كنشريه لراسي. نعم. وهما كانوا كيجمعوا الفلوس على حسابي. نعم. هادشي اللي كاين. اول دابا كما قلنا السي نور الدين انك انت باقي دابا في فتره العلاج، باقي يعني متابع على هادشي ديال المرض ديالك، يعني باقي الان مقبل على شي سكا، يعني شي دواء اخر، شي علاج اخر؟ باقي ان شاء الله يا ربي، لان العلاج طويل. نعم. العلاج طويل والماده، نعم. الماده انت كتبقى قليله. نعم. وان شاء الله ربي يكون على خير ان شاء الله. ايوا شكرا السي نور الدين. الله يحفظك اخي، شكرا.
رانا عطيتو مليون فرانك وما شفت منه والو، ولاو ناس اخرين عاوتاني كيعطيوهم. انت عندك ناس اخرين تما اتصلوا بك قالوا لك واش وصلتي ما توصلتيش بها؟ كاينه وحدين قالوها لي ما بغيتش نقولها لهم. نعم فهمتي، وكنت كنشوف راسي انايا انا كنخلص من جيمي الدواء وداك الشيء هذا كنخلصو من جيمي. يعني كيما كانوا دايرني بحال نقول مثلا، قلت لك بحال اللي كيسعاو بيا يعني كي وانا ما كنرضاش. نعم انت انا ما كنرضاش شي مثلا بحال هنا. حنا الحمد لله ربي كتب علينا هادشي هذا، طحنا في هاد الموقف هذا وما عندنا وجه باش نواجهو به بنادم نقولوا له. نعم كما قلت يا اخي نور الدين انك كتخلص داكشي، يعني يعني المسائل المرحله الاولى ديال العلاج اللي دوزتيها السكانير التحاليل الدوايات. نعم. يعني خلصتي داكشي من جيب، هما ما خلصوا والو. كانوا كيخلصوا الا خلصوا يخلصوا الترونسبور مثلا. يعني هاد الترونسبور مش عارفوا الاخوان واش ترونسبور شي 2000 درهم 1000 درهم ولا شنو؟ انت كنطلع لطنجه بشحال طلع؟ نعم 200 درهم. يعني ترونسبور واش في التاكسي ولا في الكار ولا الطوموبيلة خاصة؟ لا الطوموبيلة ديال السيد، واحد السيد. نعم يعني كيخلصوا، يعني واش كيخلصوا ولا كيديروا على المازوط؟ كانوا كيديروا هما المازوط وكنا كنمشيو. نعم كانوا كيديو لي وكنا كنمشيو. من بعد وليت انا اللي كنخلص المازوط 200 درهم. نعم فيما نكون ماشي 200 درهم. نعم ونديهم ويتغداو على ظهري. نعم كلشي على الدار ديالي، وكنجيو هذا شاد الشيء اللي كاين، ما كاين والو. اما بالنسبه للدواء انا كنشري راسي. نعم وهما كانوا كيجمعوا الفلوس على حسابي. نعم هذا الشيء اللي كاين. اول دابا كما قلنا السي نور الدين انك انت باقي دابا في فتره العلاج، باقي يعني متابع على الشيء ديال المرض ديالك، يعني باقي الان مقبل على شي سكا يعني شي دواء اخر شي علاج اخر؟ باقي ان شاء الله يا ربي، لان العلاج طويل. نعم العلاج طويل والماده. نعم. الماده انت كنت قليله. نعم وان شاء الله ربي يكون على خير ان شاء الله. ايوا شكرا السي نور الدين، الله يحفظك اخي. شكرا.